لعلكم أحسن الله إليكم المناسبة الكلام عن الخلافة الإسلامية التي عرفت أمس. أي ما شاء الله يا إخوتاها، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وهذا الفساد إما بالإفراط أو بالتفريط. بالتفريط من الملاحدة وأصحاب العلمنة واللبرلة ودعاة الشر ودعاة الخنا ودعاة الفجور ودعاة المسرحيات ودعاة طاش مطاش وما دراك ما طاش مطاش، يتباكون عليه لأنك أنا غير موجود. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني دعاة الإفراط من فعل الخوارج ومن ينهج نهجهم. واليوم أعلن السفهاء إقامة دولة الخلافة الإسلامية المزعومة، هذه شنشنة من 80 سنة نعرفها، يبايعون خليفة سريا على منهجهم الفاسد، وعندهم كلهم عندهم بيعات سرية لشخص مجهول. واليوم أعلنوا، وكثيرا ما أعلنوه، ثم إذا قتل من أعلن جاءوا أو ذهب من أعلن جاءوا بخليفة جديد، وهذا قريب من مهدي الرافضة والعياذ بالله. فهذه الخلافة التي أعلنت خلافة المسلمين جميعا، يعني نودي به خليفة للمسلمين بعد أن ذبح وفعل ما فعل بالإخوة في العراق، لا هو لا خصومه من الرافضة ليسوا على خير، الطرفان كلهم لا يريدون خيرا للأمة الإسلامية. فعلينا أن نحذر من الصنفين، هو وخصومه من الرافضة، كلهم على شر مستطير، وكلهم على ضلال، وكلهم قد يتفقون سرا على عداوة أهل السنة والجماعة. فاحذروا من هذه البيعة الخرافية، الدجل الذي سموه خليفة المسلمين اليوم، هذا دجال وكذاب أشر من دعاة الباطل، ذبح المسلمين في الشام والآن جاء يذبح المسلمين في العراق، هو تعاون مع طاغية الشام في ذبح المسلمين، ولذلك طاغية الشام كف عنه، هو كف عنه تماما لا يقاتله لأنه يزوده بالبترول من دير الزور. فلكن الآن تعاونت جميع قوى الشر ووراءهم الغرب بقضه وقضيضه، دعاة الشر في ما يسمى بدولة الخلافة، دولة الرافضة، وكل هذه المسميات هذه الآن تتكالب على الإسلام والمسلمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يقمع أهل الشر من أهل البدع والأهواء ومن أعداء الدين أيا كانوا، سواء المفرطين أم المفرطين، فهؤلاء الدجالون وإياكم والتعلق بهم. يعني هم لما قامت دولتهم في بلد ما زعموا أن زعم أحد مؤيديه أنه رأى النبي وأنه قال فلان يصلي بكم، أنا لا أصلي بكم، يصلي بكم فلان من الناس، أو أن جبريل صلى بهم في ميدان كذا وكذا. رأيتم الدجل الذي يدعونه؟ نسأل الله العافية والسلامة. فعلى المسلمين أن ينتبهوا، وكما أوصيت الإخوة في العراق بالأمس كما أوصيتهم من زمان في البلاد الأخرى، يلزموا بيوتهم، فإن اعتدي عليهم فليدافعوا عن أنفسهم، ومن قتل دون ماله أو عرضه أو نفسه فهو شهيد، لكن لا يقاتل مع هذه الأحزاب كلها، فكلها على ضلال، سواء دولة الرفض أو دولة الشام والعراق أو دولة الخلافة المزعومة، كلهم ضد أهل السنة والجماعة، فلا نشتغل بهم ولا شأن لنا بهم، بل نعبد الله ونتعلم ونتفقه في دين الله إلى أن يستريح.